ديسيبلين ولا معناتها ان سو دومين دو مانجمنت اسمه الانوفيشن مانجمنت اللي هو فيه معناها تلقى معناتها في دي زونتربريز كبار اللي هما فما ديبارتمون كاملين يخدموا على المانجمنت على الانوفيشن مانجمنت. بكري حكينا على الديزاين ثينكينغ. الديزاين ثينكينغ هو سيت ان بروسيس دينوفاسيون اللي هو انسبيري منه برشا البروسيس نتاع اليو اكس ديزاين اللي هو بازي برشا على الاوبسيرفاسيون. معناتها ديجا فما دي ميثود قدمهم موجودين في الانوفيشن من قبل اللي هما اسمهم الليد يوزر، معناها اللي هي بازي على الانوفاسيون اللي هي جايه من عند اليوتيليزاتور. معناتها مثلا جدينا بروتوكول لي كونستركتور نتاع الكراهه مثلا يشوفوا مثلا العباد اللي هما لي بلو انتوزياست معناتها للكراهب ويشوفوهم معناها هما كيفاش يفون دي تروك هكا معناها معناتها اكسترا اوردينير ويدابتيوهم للنوفو برودوي نتاعهم. دونك الانوفاسيون ا بارتير دو لوتيليزاتور سي ان كونسيبت قديم برشا موجود في الانوفاسيون، موجود كيما قلت لك في ديزاين ثينكينغ اللي هو انسبيري برشا منه لو بروسيس نتاع اليو اكس ديزاين. دونك ما تتعرضش، وهو لو بروسيس نتاع اليو اكس ديزاين يعاونك باش تكون انوفون اكثر في وسط البروجي لو ميم. اما باش تبدا انت اصلا فكره جديده نتاع بروجي هذا بتيتر اوت اوف سكوب معناها من البروسيس نتاع اليو اكس ديزاين. لحظه بك، لو على فكره جست حاجه باش نحكي حاجه في سميسه، لو كي نخدم على بروجي افيك اليو اكس، علاش انا قبيله حكيت على سكوب بيريمتر سكون ابل اون فرونسي بيريمتر قريبه شويه. بعد برين ستورمينغ عاده بعد نعمل ريشيرش كل شيء يكون فما بوكو ديدي، لكن اون با ابليكي تو سيز ايدي في فيرسيون الاولى سورتو الاولى. علاش؟ في المانجمنت كي نحكي كل شيء ما نجموش نحطوا كل شيء دي الديبي. دونك كي تحكي على الانوفاسيون، راه الانوفاسيون في اليو اكس تخدم دي الديبي قبل ما تخدم بروجي لو بالكل. دونك دي الديبي نحكيو على كيفاش باش تكون الفي 1 والفي 2 والفي 3 نحكيو على هذا دي الديبي، لكن نخليهم نحطوهمش نحطو الام في بي. بعد الام في بي نقعدوا نخدموا على الخدمه. انا نحكي لك على ان بروجي بيرفكتو معناها تويك نقعدوا نخدموا عليه. اذا كان ما عملناش هذا من الاول، اذا كان احنا جاتنا حاجه جاتني انا واحد يقول لي راه تويك انا نحب دون 5 ans ولا دون 2 ans utiliser ما ولا appliquer الرياليتي اوغمونتي اللي هي تو ماشي باش باغ اكزومبل. هو يفهم ان بروسيس جديد طلع اليوم تاع جوجل اسمه سبرينت ديزاين. السبرينت ديزاين علاش يعاون؟ يعاون على خاطر او بو دو 5 جور اون بو تروفي دي سوليسيون ا دي بروبليم. سمعني دي بروبليم، انا ديما نقول لو ديزاين سي لو ديزاين سي ريزودر دي بروبليم. سي با سولمون دي كولور دي ليني دي فورم، اكبر منو سي تروفي دي سوليسيون ا دي بروبليم. دونك السبرينت ديزاين يعاوننا باش نلقى باش انوفي كومون انوفي رابيدمون. خاطر ديما نحكيو رابيدمون علاقتنا بالوقت علاقه مهمه، خاطر الوقت فلوس. اليوم في الساعه تونس 20 30 الف راه البره تسوى مئات الدولارات ومئات اليوروات. دونك تري امبورطون. دونك كومون انوفي رابيدمون وتكون كاليتي طياره. وفما حاجه اخرى تري امبورطون اوسي نحكيو عليها قبيله اللي هي لين يو اكس. لين يو اكس الخدمه مقلوبه شويه على اليو اكس اللي هي تخدم الخدمه كلها على البروتوتيب. دونك نحطوا الام في بي نهبطوه وهذاك الحالو ديما نصلحوه رابيدمون. نعم هو البروسيس يو اكس كله ايتيراتيف، ديما نقدموا نعاودوا نرجعوا نقدموا نعاودوا نرجعوا نصلحوا نقاودوا نرجعوا. كيف ما قال قبيله ما تقبلوا الديفلوبر ما يقبل لازم انما يكون ديزاين حاجه. وقال هو حاجه بالضبط، قال الطريق نتاع اليوتيليزاتور نحس كون ابل يوزر فلو الى باركور يوزاتور لازم يكون واضح. دونك الانوفاسيون اللي تعمل من الاول بالكل، واذا كان ما تعملتش من الاول راهي تعمل من بعد. فما سبرين ديزاين فما لين يو اكس اللي كيف ما قال قبيله عبد الكريم وقال حتى هو قال اناليز، وفما الفي من الاول بالكل والاناليز يصير مع بعضها ولي ريزولتا هذوك مزوز ديفيرونس تاعها. فما برشا حاجات كيف الماركتور كيف يخدموا في ماركتينغ عندهم دخل ساعات في البروجي هو بيدو لا ديسيزيون كوميرسيال ديسيزيون كوميرسيال عندها دخل. هذوم الكل مع بعضهم باش يجبوا يقدموا بور انوفي. هذا هو